الليلة. أيمن أشرف لاعب البنك الأهلي ونجم الأهلي ومنتخب مصر السابق. أيمن أشرف عنده الحلول في حارس الأهلي. طول أيمن أشرف يكشف أسرار تجربته خارج جدران القلعة الحمراء. أيمن أشرف اللي يركنها ركنة معلم. ويتحدث عن النادي الأهلي في حياته وطموحاته المستقبلية. أيمن أشرف ويستعيد ذكريات الإنجازات والبطولات وتحطيم الأرقام القياسية مع المارد الأحمر. انتظروا أيمن أشرف مع شوبير في حارس الأهلي على قناة الأهلي.